الى تونس وزميلنا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي. امير ازيك الاول وطمنا على حاله الفريق. اليوم مع استاذ محسن لملوم سكرتير تحرير الاهرام الرياضي، برحب بيك في البدايه. اهلا بيك يا استاذ امير. مباراه صعبه جدا ومهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا بعد التعادل الايجابي في مصر 2-2. رؤيتك للمباراه شايفها ازاي؟ والله على حسبة الورقة بتقول ان المباراة صعبة بافضلية التعادل الايجابي لفريق الترجي في برج العرب 2-2، لكن الواقع اللي انا شايفه هنا غير كده تماما. بالعكس، الضغط اتنقل من على الاهلي واتحط بكامل برمته على فريق الترجي في معسكر، اذا كانت الامور انا شايفها في معسكر النادي الاهلي فيها كثير من الثقة، يمكن بسبب الخبرات والتاريخ الكبير النادي الاهلي وسابق الاحداث اللي عملها النادي الاهلي في تونس وفرادس وقدام الترجي بالتحديد. في المقابل في نادي الترجي في خلينا نتكلم على الاهلي الاول. انت متابع زينا تدريبات الفريق، شايف ممكن التشكيل يكون اقرب ايه، وشايف الروح بالنسبه للاعبي النادي الاهلي ازاي؟ والله روح عاليه جدا، انا حتى مستغرب منها. يعني ده فريق اكن ما فيش 2-2 في مباراه الذهاب، مباراه منفصله تماما. الاهلي داخل ما عندوش هدف، ما عندوش غير الا هدف واحد هو الفوز ولا شيء اخر، ما فيش تعادل، ما فيش ان شاء الله هزيمه. التشكيل يعني كابتن حسام زي ما حضرتك عارف ان هو متكتم عليه شويه، يعني ما اعتقدش هيخرج كتير عن الـ عن الـ عن الـ عن تشكيل المباراه الاولى اللي كانت من اسبوع في برج العرب. يمكن كابتن سعد سمير جاهز بنسبه 80 يمكن 90% هو اللي هيشارك لا قدر الله. في شكوك حوالين سعد؟ عشان كده هم مجهزين الكابتن محمد نجيب، وجاهز طبعا محمد نجيب فورمته عاليه بسم الله ما شاء الله، مش بعيد قوي يعني زي لعيبه ثانيه. يمكن يكون في بعض التغييرات البسيطه بالنسبه لوليد سليمان، مؤمن زكريا، غير كده ما وايا كان. بالمناسبه مش هتفرق كتير، القوام الاساسي موجود للنادي الاهلي ده ما فيهوش اي مشاكل خالص يعني. نروح لمعسكر فريق الترجي بقى، وبرده احنا كنا بنحاول نتابعهم نشوف اخبارهم، عرفنا ان في اصابتين سواء طه ياسين الخنيسي معز بن شريفيه، اخر اخبار ايه بالنسبه للترجي؟ والله غالبا خلاص معز بن شريفيه غالبا مش هيلعب بنسبه 90% او حتى هذه اللحظه اللي بكلمك فيها مش هيلعب. ده يعتبر فرصه كويسه للنادي الاهلي، اقول لحضرتك ليه، لسببين. اولا الحارس البديل اللي هو علي جمال ما شاركش خالص بقاله فتره، يمكن حتى عندنا مثلا في النادي الاهلي محمد الشناوي شارك، احمد عادل رباني مشارك، لكن علي جمال ما شاركش خالص، فدي طبعا مشكله. بالاضافه ان كان معز بن شريفيه بثقله وبخبرته كان بيدعم بيرن سبورت كبير جدا للدفاع. الدفاع الترجي بيعاني من تذبذب في الفتره الاخيره، يمكن شفنا في الماتشات الاخيره دايما بيستقبل اهداف بسبب الدفاع، بس كان معز بن شريفيه كان دايما بيعمل سبورت للدفاع. غياب معز بن شريفيه هيعمل مشكله في الدفاع، يمكن حتى ده اللي خلى فوزي البنزرتي اللي هو المدير الفني لفريق الترجي يغير منتصر الطلبي اللاعب الشاب اللي هو كان اللي كان تسبب في ضربه الجزاء مع وليد ازارو في الدور في الماتش الاولاني، واستبدله بمحمد بعلي المشاني اللي هو مدافع ذو خبرات كبيره ممكن يواجه خبرات النادي الاهلي. كذلك برضو التغيير الثاني اللي عنده طه ياسين الخنيسي هو جاهز، بس مش بنسبه 100%. طبعا هو ما اعلنش عن تشكيله لسه، ما سمعتوش لحد دلوقتي، ولكن من الارجح ان هو هيقعده على الدكه لو استعان بيه او لو احتاجه، وفي المقابل هينزل بداله هيثم الجويني، ده مهاجم كويس وممكن يقدر يعمل حاجه. بس هي بالمناسبه يعني احب اقول ان في معسكر الترجي ما فيش الثقه اللي موجوده عند النادي الاهلي، بالعكس في خوف، ولا كانهم متعادلين في تعادل ايجابي في الماتش الاولاني. لمست ده من الشارع التونسي، من مشجعين الترجي، من فريق الترجي نفس الاخبار اللي جايه لنا من هناك، انه عندهم تخوف يكاد يصل الى الرعب من السيناريو الاهلاوي المعتاد. تقفيل الدفاع بس يتكرر النهارده، نتمنى تبقى اراضي ستيتش ان شاء الله النهارده. ان شاء الله توقعاتك اخيره؟ ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله، امنياتي وليست توقعاتي. الله اعلم. شكرا استاذ محسن. لسه مستمرين معاكم مشاهدينا متابعي قناه الاهلي في كل مكان، ايضا معايا في هذه اللحظات استاذ محمد رمضان المدير التنفيذي لشركه راعي ملابس النادي الاهلي. استاذ محمد برحب بيك في البدايه، ومتواجد عشان تأزر اكيد الفريق في مباراه صعبه زي. اهلا بيك يا امير، واهلا بكل قناه الاهلي، وموجودين طبعا مع النادي الاهلي في مكان ان شاء الله في المواقف المهمه اللي زي دي، وباذن الله كل التوفيق النهارده للنادي الاهلي ويعمل نتيجه ايجابيه باذن الله. شايف اجواء تفاؤليه شويه بالنسبه للاعيبه والجهاز الفني، انتم متواجدين دايما معانا هنا في مقر الاقامه، رؤيتك بشكل عام للاجواء هنا في معسكر النادي الاهلي قبل المباراه؟ هو في تركيز وده المهم، ان ماتش مهم للنادي الاهلي، النتيجه اللي كانت في مصر مش انه نتيجه كويسه ولا وحشه، ان ماتشات زي الاهلي والترجي كفرقتين كبار في الوطن العربي ماتشاتهم ما فيهاش تتكهن بنتيجه. شايف من ساعه ما وصلنا ان في تركيز كبير جدا من الجهاز الفني واللعيبه وكل الموجودين، الفرقه مركزه جدا ومحطوطه حتى في الاوتيل بعيد عن اي دوشه واي زحمه، وده كويس اجواء عشان تخلي اللعيبه تخش في مود الماتش من بدري، والنادي الاهلي فريق كبير وباذن الله التوفيق بقى حليف النهارده. عندك خبره اكيد كبيره جدا في المجال الرياضي وعلقت اكيد على ماتشات قويه زي دي، انت في رؤيتك شايف ايه اللي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي في مباراه قويه زي مباراه الترجي؟
المطلوب حاجه واحده، ان انا بنزل بامتص حماس جماهيري كبير، عندك حوالي 45 50 الف واحد هيكون موجودين النهارده. خبرات النادي الاهلي بتخليك تروح دايما، ان انت بتلعب اول ربع ساعه هي اهم ربع ساعه في الجيم، بنزل ببقى ند بند بالراحه وبامن وسط الملعب، واهم حاجه النهارده وسط الملعب يكون هو مقفل من ناحيه نادي الاهلي، ما يديش مفاتيح لعبهم حركه كتير، ما سيبش الفراوده تتحرك باريحيه. ولو هلعب على الاوفسايد جيم لازم انا الاوفسايد جيم بتاعي دايما مش من تحت قوي ولا من فوق قوي، بس بقى بطريقه ميدانيه في وسط ملعبي انا، عشان برضو ادي فرصه للمدافعين وسط الملعب قريبين من بعض، ما اديش مساحات كبيره للعيبه الترجي يتحرك فيها. توقعاتك اخيرا الاهلي باذن الله ان شاء الله كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله يعدي النهارده ان شاء الله. شكرا استاذ. لسه مستمرين معاكم، وطبعا في بعض الاعضاء المتواجدين واللي دايما بيأزروا النادي الاهلي في اي مباراه خارج مصر. الحاج احمد عبد الصادق برحب بيك في البدايه، وطبعا كالمعتاد موجود ورا الاهلي في كل مكان، وده شيء يمكن مميز منك اكيد، والحاج عبد او الدكتور عبد الحميد برضو. لكن قول لي احساسك كده قبل الماتش وتوقعاتك ومتفائل، كنت موجود انت في 2012؟ كنت موجود طبعا مع الاهلي، وانا دايما متفائل مع الاهلي. انا بس عاوز اقول لك حاجه، دي الحاجه الوحيده المتعه بتاعتي، ان انا اتفرج على الاهلي في الملعب في اي حته في الملعب في العالم، يعني اذا كان في مصر او في تونس، وانا متفائل جدا 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 ان شاء الله، وان شاء الله يكون المكسب للاهلي. بس هم ان شاء الله ال 11 راجل بتوعنا اللي ينزلوا، اهم حاجه التركيز، نمتلك وسط الملعب، ده هيدينا ثقه ان شاء الله، يعني هيكون النتيجه ايجابيه لصالح النادي الاهلي، يعني ان شاء الله باذن الله. مطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي، ومين متوقع انه يتالق النهارده من اللعيبه عندنا؟ والله هو طبعا انا مش عارف بس صالح هيبدا ولا مش هيبدا، انا احساسي ان صالح حتى لو نزل الشوط الثاني هيتالق شويه، وهيبقى احد النجوم، ويمكن يكون احد اسباب الفوز. زي ما بقول لك، مطلوب من اللعيبه كلها التركيز التركيز ثم التركيز، وامتلاك الكوره باكبر فتره ممكنه، النقل طبعا والسيطره. انت عارف ان السيطره على وسط الملعب هي اللي بتدي الدفعه الاولانيه للمباراه، وهي اللي بتدي الفريق اللي يستحوذ على نص الملعب، هي اللي بتدي له المباراه وبتدي له الاسبقيه حتى في التهديف ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. لسه متواصلين. تعالى دكتور. دكتور عبد الحميد طبعا برضو احد اعضاء النادي الاهلي اللي دايما بيأزر النادي الاهلي في اي مكان، برحب بك في البدايه، واجواء ان شاء الله تفاؤليه ومتفائلين كلنا ان شاء الله النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله. وانا حاسس المره دي ان المعسكر فيه التزام شديد قوي من اللعيبه، وفي انضباط جامد وتركيز، وان شاء الله ربنا ينصرنا باذن الله. وده حتى يعني بعض الجماهير اللي بنقابلها في الشارع اللي هم بتشجع الترجي خايفين جدا من ان الاهلي يكرر الانتصار بتاعه ان شاء الله النهارده، بس انا حاسس ليه مش عارف ان الاهلي هيتعادل 2-2 ونلعب ضربات جزاء ونفوز ان شاء الله، عشان اللعيبه عايزه تعوض اللي حصل. المهم ان احنا نفوز بأي طريقة. ان شاء الله هنفوز باذن الله ونتاهل ونيجي بالرحله الجايه ان شاء الله نلعب النجم ان شاء الله، او الفايز من النجم والاهلي طرابلس. شكرا دكتور. شكرا. ايضا معايا في هذه اللحظات استاذ محمد حميد الرئيس التنفيذي لشركه طبعا راعي ملابس النادي الاهلي. استاذ محمد برحب بيك في البدايه، واكيد النهارده يوم مهم جدا ومباراه غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيك كابتن امير، وبرحب بفريق عملك كابتن دكروري وكابتن احمد، انتوا عاملين شغل كبير. برحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا النجم الكبير وزميلي كابتن محمد فاروق وحشني، وكابتن مصر طبعا والنادي الاهلي كابتن مجدي طلبه كان معايا في الحج وحشنا ايامك كابتن مجدي. المباراه مهمه، الكل في انتظارها، وانت بتتكلم مع كابتن رمضان والدكتور عبد الحميد والحاج احمد، الكل اتكلم في ثقه لعيبه الاهلي، اللعيبه واثقه من نفسها، اللعيبه واثقه من قدراتها. اهم عامل اللي احنا كلنا منتظرينه النهارده من وجهه نظري توفيق ربنا. لو التوفيق موجود معانا النهارده بلغه الكره الحظ، لكن انا خليني اقول التوفيق، لو التوفيق موجود الاهلي هيكسب، وهيكسب براحه وبحريه، هيقدموا كل اللي هم عايزينه، هيعملوا كل اللي هم عايزينه في الملعب. التركيز اللي احنا شفناه واضح على اللاعبين في التمرين، سواء في القاهره قبل ما يوصلوا تونس، او في اليومين يوم الخميس في ملعب الجامعه الملعب الفرعي، وامس في ملعب رادس، في تركيز، في اصرار عند اللعيبه، الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام بدري، الشغل اللي باين عليهم في الملعب. كابتن حسام لما شفناه امبارح في ملعب رادس وبيقف مع اللعيبه لاعب لاعب وبيتكلم، وكذلك كابتن احمد ايوب وكابتن سيد معوض، وجود المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كرئيس البعثه، بيدي ثقه كبيره للعيبه في ان مجلس الاداره معاهم. وجود جماهير النادي الاهلي، كل النجوم وكل الناس اللي بتحب النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي موجوده من مصر، كل ده خلف الفريق، خلف الجهاز الفني واللاعبين، اعتقد ان شاء الله انه هيؤدي الى المكسب وتحقيق نتيجه ايجابيه باذن الله النهارده. النتيجه كام؟ اتوقع باذن الله 2-0 للنادي الاهلي.
شكرا استاذ امير. شكرا شكرا. ايضا معايا في هذه اللحظات استاذ سراج زكريا، احد طبعا المصريين المتواجدين هنا في تونس. اكيد مباراه مهمه، عايز اخد رؤيتك ليها. ان شاء الله. اولا كنت انا جاي عشان اقول محاضره في الطب، لكن قبل ما اجي قلت لهم لازم تحجزوا لي في الماتش عشان كلنا نقف ورا الاهلي ونسبورت الاهلي، وده فريق مصر ولازم كلنا نبقى معاه ان شاء الله. وانا متفائل، انا شايف فيه تفاؤل كبير باذن الله. توقعاتك؟ توقعاتي الاهلي هيسجل، هيسجل لان يا رب نسجل بس نكسب برضه. ان شاء الله نسجل وما نكسبش لا قدر الله، بس ان شاء الله نكسب. النتيجه على الله، احنا بنتمنى وبندعو والنتيجه على الله ان شاء الله، وباذن الله هيعدوا. الاهلي يبقى عدى من مآزق كبيره، فانا متفائل قوي وشايف ان النهارده ان شاء الله هنتفرج على ماتش كويس. ممكن يتألق من لعبه النادي الاهلي؟ عبد الله السعيد طبعا، ده فنان كبير، وانا مش عارف هم هينزلوا مين هجوم، بس لسه مش عارفين التشكيل طبعا، ما نعرفوش لحد الحقيقه. انا كنت اتمنى ان عماد متعب ينزل، لان هو بتاع المواقف الصعبه دي. وان شاء الله ان شاء الله مجبورين باذن الله باذن الله. شكرا. شكرا قوي. طبعا لسه متواصلين معاكم مشاهدينا ومتابعين قناه الاهلي في كل مكان. خليني اقول لكم ان في هذه اللحظات طبعا لاعبي النادي الاهلي بيتحركوا للمحاضره الاخيره من كابتن حسام البدري للاعبين، واللي اكيد هيعلن فيها التشكيل اللي هيبتدي بيه المباراه، واكيد هيعلن فيها الشكل التكتيكي اللي اكيد حفظه خلاص لاعبي النادي الاهلي خلال التدريبات الاخيره، وبالتحديد اخر تدريبين هنا في تونس. وبالتالي ان شاء الله كابتن حسام البدري هيلقي محاضرته في هذه اللحظات. طبعا اللاعبين في اتجاههم للغرفه او القاعه الخاصه بالمحاضرات، وان شاء الله نتمنى ان الجميع يكون موفق، سواء النادي الاهلي او طبعا بشكل عام طبعا النادي الاهلي كابتن حسام البدري واللاعبين. وزي ما احنا شايفين طبعا اللاعبين في هذه اللحظات بيتحركوا عشان يحضروا المحاضره الهامه جدا من كابتن حسام البدري، واللي ان شاء الله يكون كلهم موفقين خلال دوري ابطال افريقيا. ايضا معايا في هذه اللحظات دكتور علاء شاكر، طبعا طبيب المنتخب السابق. دكتور علاء برحب بك. اهلا بيك. اهلا بيك. كل سنه طيبين، ونمسي على الناس اللي موجوده في الاستوديو. مباراة شايفها ازاي؟ مباراة اكيد قوية وصعبة مع فريق الترجي. النادي الاهلي تملي بيعودنا في الامور الصعبة انه بيكون احسن في حالاته، ان شاء الله النهارده يكون احسن حالاته، ان شاء الله يكون كل اللعيبة موفقة، ان شاء الله نبارك بعد الماتش ان شاء الله. فرصة انت معايا، عايز اخد رأيك مثلا في حالة سعد سمير. احنا عارفين يمكن سعد سمير بقاله يومين او التدريب اللي قبل الاخير بالتحديد اشتكى من اجهاد في العضلة الضمة. بخبرتك كده تنصح بمشاركة سعد سمير في الحالة دي، ولا دي بترجع على حسب حالة اللاعب؟ هي بترجع على حسب حالة اللاعب، وخلي بالك في جهاز طبي موجود في قلب النادي. اكيد طبعا في جهاز طبي وكل حاجة، بس ابقى استفيد بخبرة حضرتك. هم موجودين أدرى مني بالحالة، فأنا مش قادر أقول الحالة إيه. أنا كنت بس ما أقدرش أقول الحالة إيه لعب أو ما لعبش، عشان ده أكتر حد يحس بالموضوع دوت الدكتور واللعيب نفسه. ونتمنى إن شاء الله الأمور تبقى كويسة وتعدي على خير. توقعاتك النتيجة؟ ان شاء الله الفوز طبعا، ان شاء الله. تمام، لما بكون في زنقه ربنا بيكرمهم ويبقوا واقفين على حيلهم، وان شاء الله يكون احسن في احسن حال في احسن حالتهم. ان شاء الله نبارك نفسنا كلنا ان شاء الله بعد الماتش. شكرا دكتور. شكرا. طبعا دي كانت الاجواء هنا من مقر اقامه النادي الاهلي في تونس قبل المباراه هامه جدا امام فريق الترجي التونسي، والاكيد بنتمنى فيها ان النادي الاهلي يكون موفق وان شاء الله يحقق الفوز، ومن ثم التاهل للدور قبل النهائي، وان شاء الله حصد هذه البطوله الغاليه جدا على كل جمهور النادي الاهلي والغائبه يمكن بقى لها فتره عن دولاب بطولات النادي الاهلي. ده طبعا كانت الاجواء هنا في مقر الاقامه. لحظات خلاص او بعد المحاضره بالتحديد حوالي 10 دقائق او ربع ساعه هيتم تحرك الفريق او الاتوبيس الخاص باللاعبين في اتجاههم لملعب رادس استعدادا لهذه المباراة الهامة، وكل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي. عودة للاستوديو. شكرا زميلنا أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي من مقر بعثة النادي الأهلي في تونس ومقر الإقامة. زي ما قال أمير خلاص آخر محاضرة للنادي الأهلي قبيل الذهاب إلى ملعب رادس ملعب المباراة. كابتن مجدي أعتقد أن في هذه